على فين الله رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج ابن محافظة الفيوم. طبعا في البداية بشكر معالي الوزيرة على تشريفها لهذا الحوار الوطني اللي احنا بصراحة كنا مستنيين ان احنا نحضر حاجة زي كده. الحوار الوطني بالنسبة لأبناء مصر في الخارج يعتبر مهم جدا جدا، زي ما حضراتكم عارفين، وانا بلغت تحيه من ارض الحرمين الشريفين للمملكه العربيه السعوديه، ان اكبر جاليه على مستوى العالم هي للمملكه العربيه السعوديه. ولا تتخيلوا سعاده ابناء مصر في الخارج بهذا الحوار الوطني اللي هيساعد كثير في حل الكثير من المشاكل، على راسها شحن الجثمان على نقطة الدولة ومسير وتوفير الحماية القانونية لأبناء مصر في الخارج. كمان اللي بنطلبه من الدولة هو حضور ما يمثل أو ما يميل عن أبناء مصر في الخارج في هذا الحوار. تحية من أبناء مصر في الخارج إلى جيش مصر العظيم، عايز أسمع التحية جامدة أوي. في النهاية بشكر هاني بيه عزيز على هذه الدعوة الكريمة والجديدة بالنسبة لنا لهذا الرجل الوطني الأصيل. شكرا جزيلا، ونلتقي إن شاء الله في الحوار الوطني.